على مدى التاريخ ظهرت أمراض عديدة كانت سبباً في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم، ومع ظهور جوائح وأمراض جديدة ما زالت تلتهم أعمار البشر، كان ضرورياً للعلماء أن يبحثوا عن تاريخ الأوبئة الفتاكة في القدم. وبالطبع كانت نقطة الانطلاق الأدق هي المومياوات. دورية Communication Biology كشفت عن العثور على بكتيريا القولون في مومياء إيطالية محنطة منذ القرن السادس عشر، يرجح أنها كانت سبب الوفاة. يقول الباحثون في دراستهم أنه على عكس الأوبئة الموثقة جيداً مثل الطاعون الذي يعرف بالموت الأسود والذي استمر لقرون وقتل ما يصل إلى 200 مليون شخص، لا توجد سجلات تاريخية للوفيات التي تسببها هذه البكتيريا القولونية، على الرغم من أن تأثيرها على صحة الإنسان والوفيات كان هائلاً. قبل نحو 8 أعوام أعلن باحثون اكتشاف سبب وفاة طفل صاحب أحد أقدم مومياوات العالم، إذ وجدوا أن سبب الوفاة هو عيب نادر وخطير في القلب يجعل أجزاء من الجانب الأيسر من القلب لا تنمو بشكل كامل. أظهرت فحوصات أجريت قبل نحو 3 أعوام في الإكوادور على مومياء أخرى أن صاحبها كان مصاباً بالروماتيزم. وفي إبريل الماضي اكتشف فريق بحثي دولي أول حالة تسمم بالرصاص في مصر القديمة، كانت تخص طفلاً توفى في سن 7، وذلك أثناء فحص 21 من مومياوات أطفال من مصر القديمة باستخدام تصوير المقطعي المحوسب للتحقيق في مدى انتشار خطوط توقف النمو والمعروفة أيضاً باسم خطوط هاريس. وبالفعل عثر الباحثون على تلك الخطوط في 18 مومياء من أصل 21، وكانت بينها حالة فريدة لطفل عانى من تسمم الرصاص. دراسة أخرى وثقت أول إصابة تاريخية بتصلب الشرايين في مومياء عثر عليها قبل سنوات خلال حملة تنقيب في مقبرة طيبة الغربية بالأقصر. أما أمراض الأسنان فتوصلت دراسة يونانية إلى أن مومياء مصرية قديمة تنتمي إلى العصر البطلمي توثق معرفة المصريين القدماء بأمراض الأسنان، إذ عثر الباحثون على تجويف مسامي في الأسنان معبأ بمواد واقية، ما يؤكد أن المصريين القدماء عرفوا حشو الأسنان ليكونوا أول من عرفوا هذه الممارسة. كذلك سجلت أقدم إصابة بالسل في مومياء طفل مصري محفوظة في متحف الفن والتاريخ بجنيف في سويسرا. وقبل 3 سنوات من اكتشاف السل في هذه المومياء كان فريق بحثي من جامعة خاين الأسبانية على موعد مع تسجيل أقدم إصابة لسيدة مصرية بسرطان العظام. وستظل المومياوات صناديق أسرار تنتظر من يكتشفها.